السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا اللي هي السبسترينج. السبسترينج ديت إن هي إزاي تقدر تجزأ نص معين وتاخد منه جزء معين تستخدمه والباقي كله إيه تريجكتو ترميمة مش عايزه. السبسترينج ميثود بتاخد 2 بارامتر، هنعملها باتون الأول. شوف هنا السكرول فيو واخد قد ايه ايتمز، ولو حطيت فيه مليون ايتم برضه هيتكمل معاك وتقدر تطلع وتنزل فيه زي ما انت عايز. احنا شرحناه في المحاضرة بتاعته، لو اللي مش عارفه ممكن يرجع لها تاني ويشوف الديزاين ده احنا عملناه ازاي ويبدأ يستخدمه ويعمل زيه او ينزل الكود دوت من على الانترنت. انا هحط لكم اللينك بتاعته في الملحقات. نقول مثلا هنا سب سترينج ناخده كابي زي ما بنعمل كل مرة، سب سترينج سترينج مش مشكلة، هنسمي سب سترينج جاي. نوقف هنا عشان العلامة الصفراء تطلع لنا هنا. كرييت، عملنا ميثود جديدة، هناخد جزء من النص دوت ماشي ونحطه في النص التاني. فنقول مثلا result ديت هتساوي str1.substring. substring دوت يا اما تقول له هتبدا من اندكس كام للنهايه. شوف بياخد 2 بارامتر، اول بارامتر هو البيجن اندكس، والبيجن اندكس هو اللي انت بتقول له هياخد من الاندكس كام. يعني مثلا خلونا بدل ما نحط كده ديت، لا خلينا ندخل نص ثابت افضل عشان الشرح يبقى واضح. مثلا hello world I'm very happy to see you مثلا. يعني فعندنا هنا ده نص ماشي. انا عاوز اخد مثلا كل بيبدأ هنا ده الرقم الاولاني ده الاندكس صفر، وبعدين يبدأ يعد 1 2 3 4، المسافة بتتحسب 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لحد ما يخلص النص كله. كل رقم كل حرف من دولت بيبقى واخد اندكس معين. انت لو انت عارف الاندكس مثلا بتاع الاتش ديت، ها بتقول له ابدأ من الاندكس دوت، ها و اسمه ايه ده الاندكس صفر لحد الاخر. طب انا مش عايز مثلا ديت، مثلا اقول مثلا هنا 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، انا عايز اقول له يبدأ من الاندكس 11 لحد الاخر، فهكتب له كده 11 بس. واجي تحت اقول له تكست دوت سيت تكست يساوي الريزولت بتاعنا اوكي، والرن كده نشوف النتيجة بتاعتنا اهو. مش واحنا بدينا تكست، واحنا مدخلين تكست بنفسينا سب سترينج اهو، خد لك الكلمة من اول الاندكس 11 اللي هو دوت. طب انا مش عاوز ده يظهر، خليها الاندكس 12 اللي بعديه على طول. ران نشوف كده اهو ظهر لك تاني. هنروح عليه في اخر الليست خالص سترينج اهو I am very happy. طبعا هو حط المسافة هنا، ان المسافة بتعتبر ايه واخدة اندكس، هي كمان هي كاركتر واخد اندكس. I am very happy to see you اوكي. طيب انا لو عاوز اخد بقى حتة معينة جزء معين من التكست،
فبقول له بقى ايه من الاندكس 12 ماشي، يعني ده بقى 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. لا سوري، المفروض تعد واحد، خليها من 13 عشان نشيل المسافة. وهنا بقى 0 1 2 3 4، لا 1 2 3 4 5 6 7 9. هندخل برضو المكان اللي هنبدأ منه، بس هنقول 13، وهنقول له يمشي يقف عند الاندكس كام. يعني مثلا ده 13 اهوت، ده الاي ديت، يبقى هنا 1 2، ده 13 يبقى ده 14، سوري ده 13 14 15 16 17 18 19 20 21. هنقول له روح عند ال 21 ده اخرك. اوكي، ماشي، والرن. اهو هنيجي نلاقي نفسنا ساب سترينج اهو، وقف عند الواحد، وقف لحد ال21 بالظبط. لو انت عاوز مثلا يعديه ممكن تديله 22 كده اهوت، عشان سوري ورن. عشان يعدي سبسترينج اهو اي ام فيري، خدنا جزء صغير من الـ من السترينج. فانت دلوقتي عرفت ازاي تبدأ من حتة وتاخد جزء بس من السترينج، مش تاخده كله، تاخد حتة منه بس، حتة اللي انت عايزها. ونكمل في المحاضرة القادمة. لكم كل تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.